الشرك مفيش حمايه قانونيه للحدود الماليه اللي ممتنع اللي ممكن يمتنع عن الصرف اذا اكتشف مخالفه عربيه. حاجه كانت في راسه كانت كتابه في الوزير السابق على فكره الحمايه القانونيه للمندوب المالي ورساله طبعا الاستاذ كامل وكان عاجل اعتباره واحد في سن في اعاده النظر في تفعيل نصوص القضيه لحمايه المندوب الماليه لان هم عندهم السلطه فكره الضبطيه القضائيه ممكن يبقى يمتنع عن صرف المستند حتى لو كان مستوفي اذا كانت هذه اسباب او مبررات قانونيه. وثم انه مش قرار الموضوع لازم يوصل للوزير عشان يقدر يمتنع عن الصرف. مش شايفين المخالفه الظاهره مخالفه بس كده المبنى مش موجود زي ما كانت بتفضل انا مش ما هو ده مبنى انا اكتشفته بالصدفه. هناك امور اخرى ممكن تكون ذات اهميه ايضا لاستلام استندات ورق طبعا اليه مندوب الماليه اللي بتتصرف في هذا الامر محتاج تعديل الشرع او حتى تفعيل النصوص القانونيه القائمه. ايضا فكره برضه التعديلات التشريعيه متعلقه بفكره تغليظ الرقوبه على التهرب الضريبي عشان نقدر نخوف المستثمرين او المتهربين من الضرائب ممكن نشتغل بالسيف او يعني زي ما بيقولوا سياسه العصر والجزر زي ما بيقولوا ان ممكن استخدم فكره الترغيب مره وفكره الترغيب مره بحيث انها في النهايه اواجه مشكله التهرب الضريبي. ايضا من الامور المهمه انه فكره بالتزامن مع مؤتمر المانحين الموعد عنه ان شاء الله في اكتوبر او سبتمبر اللي جاي في فكره انه ليه ما يتمش تشكيل لجنه مدنيه من الوزارات المعنيه للتفاوض مع الدول الدائنه لمصر. فكره اسقاط الديون عن الدوله المصريه ده مش عايزين نكون فلوس اسقاط الديون. طيب في حل تاني اسقاط شوائب الديون لمده سنتين او لمده ثلاث سنين بالتفاوض مع كل لجنه مدنيه دي هيكون بالتزامن مع فكره مؤتمر المانحين خالص بالدماغ بس واخر الفريق لمده سنه او سنتين او ثلاثه طبعا بيرفع فكره السياسه العامه للدوله المصريه. الامر الاخير هو فكره تقنين وضع الاقتصاد الرئاسي ده في دراسات كثيره جدا 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 قالت في ده وفي اجراءات بتتخذ في هذا الامر. منتج الاقتصاد الرئاسي العقارات توقيف اوضاع العقارات غير الرسميه. كل الظاهره اللي انتشرت الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا في الثلاث سنين بعد الثوره تقريبا العقارات او قطاع العقارات غير الرسمي وبشكل قانوني كبير جدا وفكره التهرب طبعا ده موجوده ربط الخدمات بالتسجيل، تسجيل الارض وتسجيل المبنى، وده لازم يتزامن ايضا مع فكره تسهيل اجراءات التسجيل. لان زي ما بنجيب اللوم يعني زي ما بنقول خلاص النهارده هذا الحاجه يبقى نتعامل عليه بفكره تسهيل وتقليل النفقات على اقصى درجه ممكنه اللي ده مرحله من المراحل اللي هتدعم اقتصاد الفتره اللي جايه. أولا بشكر تحقيق على الثقة المجروحة في حملة الدراسة العليا للدكتور الدكتوراه في درس سياسة تطبيق العمل المؤسسي في وزارة القيادة البحرية. وده بيستدعي الحديث عن محورين، المحور الأول هو سبل تطوير أداء العمل المؤسسي. دايما في الدول المتقدمة نظام الإدارة قائم على عناصر ثلاثة، عنصر البشري باعتبار هو أهم هذه الركائز والقوانين والقرارات واللوائح اللي بتنظم العنصر البشري من جهة ثانية. في معظم الدول وخاصة أو في معظم الأنظمة وخاصة البنك السنتي القائم على النظام المراقبة الداخلية. نظام المراقبة الداخلية ده بيحقق لي نجاح كبير جدا في تقييم أداء العاملين كما وكيف. وأنا بطرق إنشاء إدارة متخصصة الإدارة دي تقوم بتقييم أداء العاملين كما وكيف وده هيخليني في ظل وجود هذه الإدارة عندي وعلم التقييم، تقييم كمي وتقييم كافي لاداء العاملين بحدد مسؤوليات العامل وبحدد اوقات العمل القائم بيها العامل والوقت والمهمه المسند اليها وبتخلي كل العاملين سواء كان موقفهم بين المسؤوليه مسؤولين وبحدد اختصاصهم. ده هيستحدث نموذج لحصر تقييم اداء العامل شهريا وده هيستحدثه كمل ايه هي اعمال الاستاذ العامل اللي هي الاوقات اللي هيستغرقها في انهاء العمل الموجود اليه. اثنين هيبقى نظام الحصر لمتابعة اداء العاملين كيف؟ وده هيبقى بدل ما اعتمد على التقارير السنوية اعتمد على تقارير قد تكون تقارير ممكن يخلي المدة كل ستة اشهر بتقيم العامل وفقا لمعايير الجودة العاملة. انا عندي مقترحات كتير بس هتكلم في المقترحين دول. اول حاجة اللي انا متخصصة اثنين إدارة إنشاء إدارة متخصصة لتلقي الأفكار المبدعين للعاملين ووضع سياسة رسمية لتلقي هذه الأفكار وضمان وضع آليات ضمان توصيلها للقيادات العليا وتبعيد هذه الأفكار. ده بالنسبة للمحور الأول المعتمد على سوء تطوير أداء العاملين.
العمل المؤسسي. العنصر البشري، العنصر البشري أنا لازم يكون عندي منظومة تدريبية خاصة بالعميل. ده بفعلها عن طريق أفضل الولايات مع المركز الأساسية ومع الجامعات، وهقسم فكرة تقسيم الدورات التدريبية وحصول العميلين على الجرعة التدريبية لازم يكون بقدر عالي ويكون وفقا لمعايير الكفاءة. بقدر من يكون التدريب ده وتدريب سهل. المرحلة كلها هتبقى جميع العميلين وهتحددها الوزارة وهتحددها العمل المؤسسي ويكون نسبتها 60%. ينتقل بعد كده خلال السنة من تدريب مرحلة تدريبية جاية في مجال تخصصه هو أو ما يعود على المؤسسة أو العمل المؤسسي في النجاح، وده هيبقى بقدر 30%. 10% تحليل للتدريب دول هيبقوا في حرية للعامل الخيار. فضل بس عشان لما بالتخصيص بتخش تدخل وتطلع على المستشفى. أفضل عليك. 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 فخد منه موعد علشان ممكن تديله دراسه وممكن نفس الوقت انك برضه بتتكلم على معايير دوليه وممكن معايير دي بتتحقق. يعني ابراهيم حسين دايما هو اهم اسباب نجاحه هو اعتراضه على المعايير الدوليه. انا النهارده التعايير دي ايه؟ النتيجه اللي بحصل عليها ايه؟ بالشرط ان هو يبقى عندي عدد كبير جدا من الوقت، بس الشرط عندي هو ينجز لي المهمه المبتدا ايه او المقوله ايه في اقل وقت ممكن. بالنسبه للدفعه الرياضيه عشان ما اطولش على حضرتك، سبل تخفيض عجز الوزن عندي. احنا عندنا ملف كبير جدا احنا بنهميه او احنا ما بنتطرقش اليه، هو الصرم المعدني. احنا مش متخيل ان يكون عندنا وسط الاحصائيات اكثر من 250 مجر مستخدم منهم هو مجر واحد. المحور الثاني فيها احنا عندنا مفروض كسبه تشريعيه متعلقه بالقوانين الاقتصاديه او ذات الصله بالاقتصاد المصري. لها قانون الاستثمار، تعديل بعض قوانين الاستثمار بمراجعه كيس الشريك الاجنبي خاصه في المجالات احنا مش مطورين كده في الدكتور. تعديل تشريع البنك السنوي الخاصه اللي زادت على في القويس هزوله وبلغ عدد وبلغ مالي اموال داخلها اكثر من 99 مليار جنيه. 99 مليون جنيه. ما في 66 مليار و 99 مليار رغم ان حتى الان ما عندناش حصر كامل لعدد السنين موجوده في مصر. وال 10% قرار الجمهوريه اللي جابوا 10% السنين الخاصه ده غير كافي على الاطلاق. اثنين عندي قوانين برضه محتاجه تفعيل، قانون المشاركه، واحنا عندنا مشروعات بالفعل محتاجين لها نص تنفيذ مشروعات اي نوع من انواع الخاص المتعلقه بالخدمات الدور اللي هنخلصها معاك كتير على الوزن العام. وبشكر حضرتك وانطلق على الانتقام فئه لديها قبول دولي. شكرا لك. انا عايز اختم ان شاء الله الساعه 1 بالظبط، فعايزين نختصر ونبدا بعض التفاصيل. كل زول اشكر حضرتك بشكرك. الرجال اللي حضرتك ان لاول مره كسبنا خدمه بكسير النهارده. اهتمام وزاره البلاد وشباب وزاره البلاد. فضل تحسين البيع العام هي نقاط بسيطه لافكار انت بتجهزها وتغلطه. اول حضرتك تذاكر انطلاق السكه الحديد والمترو والسينما والطيران. الدار التسعر قبل فاضي. ليه؟ لأن إعطاء استغلال وحق لحق استغلال لبعض شركات الدعاية تعمل إعلان لظل التذاكر دي لمدة معينة لمدة معينة لا يرد يومي. الاقتراح الثاني حضرتك الكبائر المكشفة في جميع الحق الجمهورية. ليه برضه لأن في حق استغلال لأعمل بتاعت الكبائر دي تعمل عليها إعلانات بنظام معين بشكل حضاري ورسوم معينه وورق دوليه. الصندوق بتاع مصر اللي عامله السيد الرئيس ليه محضر سواء وزير ماليه او بعض الوزراء ما يصدرش ليه خطاب شكر من سيادتك لكل الموظفين او للموظف اللي يتبرع ده هيكون ليه مردود طيب في شركه للتبرع. اللي خدت مصر حضرتك الاحتساب تعدي من 8 مليون بتستغل المواد البتروليه والدعم بتاعها ومش بتستفيد الدوله منها باي رسوم. ليه حضرتك لا يورد حتى ولو جنيه يوميا؟ فبالتالي 8 مليون جنيه 240 مليون شهريا بالاتكال. وشكرا لسماعتك.
الصغيره على الله. وفي نفس الوقت انا عملت تقريبا ليه كورات شخصيه بفضل الله مش عارف الدكتور ابن الدكتور رحمه الله. انا قريبا انا بحب المسلسل بضيق عليها جدا وفي كل وقت بتقدم كل المقترحات يعني وانس ان انا خدت كورس تدريبيه مع الدكتور كريم تقدمت هذه المقترحات بعد ما خدت الماسترز برضه تقدمت هذه المقترحات واتمنى حاليا انها باي شكل من الاشكال. حضرتك اتكلمت على البيت اللي تصنع الشخص الناجح. انا بقول كمان ان هو الشخص المتميز. يعني حضرتك اتكلمت على الثقافه العامه مهم جدا ان الفرد يبقى مثقف عشان التقسيم اللي تحتيها كله يعني ياخد عدوى الثقافه وعدوى التميز منه. في اربع نقط حضرتك اتكلمت فيهم بعلم ومعرفه والتدريب والممارسه العمليه وايضا التدقيق الذاتي بحكم ان انا متدربه بحكم ان انا اشتغلت في كورسز في البدايه كتير جدا وكنت برضه ايضا اورجنايزر لحاجات كتير جدا اتعملت على مستوى محافظه مصر كلها بفضل الله. فانا احب اتكلم عن التدريب. التدريب من اهم الاعمال يعني بتوع من شان دفعات الوزاره كلها او بتخليها تخلص. لو احنا فعلناها بشكل يعني من ضمن الحاجات اللي انا احب اتكلم فيها تطوير واستخدام ادوات وسائل وبرامج التدريب عن طريق الفيديوز وعن طريق شغل الانيميشن وشغل الجرافيكس والليف ده انا قدمته ليه للوزاره المفضله الدكتور بهاء منصور عملت معاها شرفت اسبوع واحد فقط يعني. لان الصوره بتغني عن الف كلمه. احنا لما بنشتغل احنا دلوقتي قاعدين في المسرح ويعني بنشكر ان احنا تحت رعايه حضرتك وتحت الاداره المركزيه لبطوله الماليه والتنميه الداخليه. كم واحد مننا يعرف ان هذا التوزيع الوزاره شكل ايه؟ عدد قطاعات الوزاره شكل ايه؟ الاداره المركزيه اللي تابعه للقطاعات شكل ما يعني قليل اللي عنده تغيير خلفيه بطاقه. دي نقطه. النقطه الثانيه احنا لما بنتكلم على البرامج والادوات استحداث البرامج والتقييم والتقييم مهم جدا احب اتكلم فيه. برامج التوعيه القانونيه كنوع من انواع العلاج الوقائي لحالات الجذاب او الفصل او التمديد او اللوم وما الى ذلك. دي نقطه مهمه جدا حتى نبنى مشاكل المتاخر للعاملين باصولات ماليه وما الى ذلك بعد ذلك وتعني من شان الوزاره. الواحد فاهم المواد والبنود الموجوده في قانون الصحه القانوني من سنه 78 المتعلقه بالكلمه. نقطه ثانيه برضه مهمه جدا ربط التدريب بالتضحيات والحوادث وليس فقط ان احنا بنصرف على التدريب كتير جدا جدا. انا بتكلم عن خطوط التدريب على الموضوع مش بتكلم عليه الواحد يخرج من الكورس التدريبي كله حماس وكله تفاؤل وعايز يطبق وعايز لكن مع الوقت بيهدى وحماسه بيخدم وما بلاقيش اي مردود للتدريب وبتصرف عليه وممكن ارجع ممكن ما نجحش مشكله ما نجحش